ايه دول يا ابن عم؟ مالك ذهنيتك شارده ليه؟ ذهنيتك او بعد ذهنيتك دي مفروض ما اقولش اي حاجه. فلوس يا رمزي، الفلوس. كل ما بقعد في البيت يقعدوا يقولوا لي هات 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 هات. الله، ما تديهم يا دولة، ايه المشكله في كده؟ اذا كانت الفلوس اللي بتطلع من البازار ما بتكفيش بيت الطالبات اللي انا عايش فيه. اقول لك نصيحه؟ لا. عينيا الغي وجبه. صدق دي ممكن تبقى نصيحة كويسة، بس أنهي وجبة؟ الفطار، البريك دانس. البريك دانس؟ البريك دانس يا بني آدم مش أكل. أمال إيه؟ لبس. خلاص إلغي اللبس. أو ألغيك من حياتي خالص، لبس إيه اللي ألغيه؟ أنا بقى المشكلة دلوقتي إن أنا بفكر أعمل مشروع، بس إيه هو المشروع؟ مش عارف. سيبها لي أنا بقى يا دولة، دي مشروعك عندي وما تقلقش. زي ما قلت لكم بقى يا جماعه، انا محتاج ازود دخلي عشان طبعا الالتزامات الكتير اللي موجوده. يعني اهلا وسهلا بيكم يعني، بس كل ما في الموضوع يا ريت تفكروا معايا ازاي ازود دخلي. مشي الواد رمزي. مشيته قبل كده من سنتين وهو لغايه دلوقتي مش فاهم ان انا مشيته. انا عايز حل عملي. انا رايي انك انت تنشط البازار. انشط البازار ازاي بس يا حماتي؟ حماتي انت مش واخده بالك، امال انا بتكلم في ايه من الصبح؟ انشطه ازاي بقى؟ انا عندي فكره هايله يا حبيبي. اقول لك حاجه، انت تبيع دباديب وهدايا من بتاعه الحب، ولو ان الرومانسيه خلاص ماتت اليومين دول، بس عارف لسه في شويه ناس عندها شويه مشاعر. مشاعر؟ مشاعر الكلمه دي غريبه قوي. مشاعر يعني ايه؟ دبه ايه وقرد ايه؟ هو احنا لسه هناكل ونشرب؟ جيب حاجه كده من اللي الناس بتحبها ومحتاجينها، يعني مراهم روماتيزم، كلاسين صوف كده يعني. كلاسين صوف؟ عايزانا اشتغل كلاسينج يا ماما؟ لا طبعا غلط. كلاسين صوف ايه ومراهم ايه اللي الناس محتاجاه؟ الناس محتاجه جل وبارفانات. او بص انا هقولك، ايه رايك لو تبيع البازار وتاخد فلوس وتحطها في البنك وبعدين تاخد فوائدها؟ والله انا بص يا نجلاء ما بفهمكيش، وخصوصا لما بتقعدي تتكلمي كده ما بفهمش خالص الحكايه دي. لكن لو انا بعت البازار انا بقى هعمل ايه؟ شوف لك شغلانه بقى. بسم الله ما شاء الله عليكي، غبيه طول عمرك، اجسام فيله وعقول عصافير. اقول عصافير ايه؟ ما تحترمي نفسك. انت احترمي نفسك يا ليله الادب، لمي بنتك يا مجيده. لا لا لا، انت اللي شتمتيها الاول. خلاص بقى يا جماعه، هتقعدوا تتخانقوا مع بعض وانا قاعد؟ هتفكروا معايا في المشروع ولا لا؟ والله احسن حاجه يا عادل تعملها انك تتاجر في الذهب. مش اما نلبسه الاول نبقى نتاجر فيه. عموما يا جماعه انا متشكر قوي على اقتراحاتكم، واقتراحاتكم دي ان شاء الله مش هاخد اي حاجه منها. انت حر. امال بتاخد راينا ليه؟ انت لو ما عملتش الفكره بتاعتي يبقى انت ما بتفهمش حاجه اصلا. عادل بجد بجد صدقني، الذهب ده احسن فكره، حاجه كلاسي كده. كلاسي كده؟ بصي يا حماتي انت واخده فيا مقلب جامد جدا. ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده. انت يا استاذ يا محترم خدت اراء كل الناس دي، ما خدتش رايي انا ليه؟ مش عاجباك ولا ايه؟ يا سلام يا سناء، انت مدرسة علم نفس بالعافية، عايزة كمان تفتي في التجارة؟ يعني الست مجيدة بتاعتك دي وبنتها الهبلة دي هما اللي بيفهموا لك في التجارة؟ قصدك يا سناء؟ ما قصدكيش انت يا رانيا. بحسب. يعني تقصدين انا؟ انا وجهت لك كلام ولا انت حاسة من جوه نفسك انك فعلا هبلة؟ لا 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 جميع يا سناء، مش معقول ده اسمها البنت. نو سموكينج ايه دلوقتي يا جماعة؟ انتوا مش ملاحظين حاجة مهمة جدا؟ اخوانا التاريخ هيتسطر هنا في شقتي، سناء هتقول اقتراحها. يا سلام اتفضلي. اتريق اتريق. رايي يا جماعه يا سلام، سجل يا تاريخ، اشهدي يا جغرافيا، صوري يا حساب مثلثات. يعني ايه يعني ايه حساب مثلثات؟ سناء هتتكلم، انت مش ملاحظه ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي يا حضرتك، ما حدش يقطعها بعد اذنكم، اتفضلي الميكروفون معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحل هو بيع كروت شحن. بيع كروت شحن؟ يعني احول البازار لبيع كروت شحن؟ ده انت اتجننتي. في حل تاني؟ لا لا، ولا حل تاني ولا حاجه ولا حاجه. خلاص يا جماعه يا جماعه، انا ما عنديش مشكله اصلا، انا ما عنديش اي مشكله، الحمد لله البازار شغال زي الفل، والفلوس اللي بتطلع منه بقدر اصرف عليكوا بيها. خلاص يا ابن عمي، وعد ونفذت يا عم. بص بقى المشروع ايه ده؟
جايب لي مشروع في الكيس ده. بص دولة، دي مراية محنطة بتاعت لويزا الطيبة اللي كانت في فيلم ناصر الدين الأيوبي. ناصر الدين الأيوبي؟ يا ابني اسمه ناصر صلاح الدين الأيوبي من أليوب هو. أيوة هو ده دولة. إيه رأيك بقى؟ نشوف لها طريقة. طريقة إيه ونشوف لها إيه؟ أنت قصدك يعني إن دي قطعة آثار أصلية؟ يا دولة، يا دولة الأصل بيبقى غالي، ده مصري. مصري يعني أصلي؟ يخرب بيتك، أنت عايز تضر مصلحة البلد يالا. مش هضر مصلحة البلد، إحنا مش هنبيعها لحد من جوه البلد، هنبيعها للأجانب بس. بس يالا، بس يالا يا خبي، جايبها منين دي؟ يا دولة أنت بس يالا إيه؟ أنت مش قلت لي إن أنا عايز مشروع وعلشان الفلوس هنا مش مقضية بيت الطالبات؟ أيوه بس ده مش مشروع، ده مش غير مشروع، يعني ده غلط. غلط إيه بس يا دولة؟ فهمني بقى، المراية المحنطة دي بتاعة الست اللي كانت ماتت من زمان قوي، يجي من 50 سنة. 50 سنة؟ أيوه، ولم يستدل على الورثة بعد. أيوه وأنت جبتها من بنت خالتها يعني ولا إيه؟ يا عادل، من واحد صاحبي عزيز عليا قوي ونعرف بعض من زمان وبنتعامل مع بعض إيه؟ كأننا أصحاب بالظبط. اسمه سيد فرعون، بيشتغل في الآثار المهربة. إيه رأيك يا دولة؟ نجيبه هنا. تجيبه هنا فين يخرب بيتك؟ انت عايز توديني في داهيه؟ لا يا عم، انا هخلي مسؤوليتي وابلغ فيكم انتوا الاثنين. لا تبلغ ايه ايدك يا عادل اللي قطعها لك. بقول لك ايه، اسمعني كويس، احنا طبيعه عملنا الجديده دي لازم تتحط بالكتميه العامه والسريه التاني. طب يعني اعمل ايه انا في القطعه اللي انت مهربها لنا دي؟ عادل كل شويه اطلعك من مصايب. اسمعني كويس عادل، انت لو مش عايز هو يجي لنا هنا، احنا ممكن نروح له هناك. نروح له هناك؟ والله ده ممكن يبقى حل. اه كده يبقى اتحلت. ايوه جاي، رص على شيشه نظيفه. يا رمزي مالك يا ابني؟ ما تقوليش يا رمزي، انت مش شايفني متخفي عادل؟ انت كده متخفي؟ ايوه يا عم. امال لو بتعلن عن نفسك تعمل ايه يا ابني؟ ما كده اي حد يعرفك. لا ما حدش هيعرفنا. بص مش ده يا عم متولي، اصبر. السلام عليكم. هو ما ردش يعني ما عرفنيش يا ابني؟ ده ما ردش عشان عرفك يا ابني. خش يا رمزي. فرعون، فرعون، السلام عليكم. ازيك يا فرعون؟ اهلا عادل ابن عمي. عن اذنكم بقى، انا داخل الحمام علشان متوتر بس. طب وداخل الحمام لابس لبس التنكر وانت داخل الحمام؟ ما حدش هيعرفك جوه. صح صح، معلش يا دوله. صح. اهلا وسهلا. وحضرتك بقى يعني اسمك فرعون ده يعني اسم الشهرة ولا اسم العيلة مثلا؟ يعني ايه سيد كذا 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 فرعون مثلا؟ استاذ عادل، بيتهيألي انت مستغرب ازاي اديك قطعة اثرية متميزة زي دي من غير سابق معرفة. ايوه صحيح، حضرتك ما تعرفنيش، تعمل لي ازاي؟ لا هو في سابق معرفة، اخويا وحبيبي الاستاذ رمزي. والعلم حضرتك الصداقة ما تتقدرش ولا بملايين الدولارات. طبعا يعني، وبعدين لعلم حضرتك انت برضو رمز ده ابن عمي وصاحبي، وبعدين مش ابن عم عادي يعني، ابوه يبقى اخو ابويا من اخ واحد يعني. استاذ عادل من الاخر، الاستاذ رمزي فدا مليون قطعة اثرية ايا كانت قيمتها او تخص مين. والله زي ما بقول لحضرتك يعني رمزي ده حبيبي، ده احنا متربيين تربيه مع بعض، وعارف هو لو مش في الحمام كان يقول لك يعني قد ايه احنا اخوات يعني. طيب استاذ عادل، خد بقى الحته الاصليه دي. دي الاصليه؟ طب يعني امال حضرتك يعني التانيه دي ايه؟ ازاي دي الاصليه؟ ده انا كنت بختبرك ونجحت في الاختبار. السلام عليكم. ياه، انا الحته دي حطيتها في عناية فرعون من ساعه ما اديتهاني الصبح. معلش يا استاذ فرعون، يعني حضرتك لو قلت لك ان مش هقدر اشتغل معاكم في المسلكه دي خالص يعني. انا احترم صراحتك، بس احب الفت نظرك ان لولا وجود الاستاذ رمزي ما كانش بقى لك انت وجود هنا قدامي دلوقتي في القهوه دي. ما كانش بقالي وجود؟ طب الحمد لله يعني ان رمزي ايه؟ لا بقول لك يعني احنا اخوات يعني حضرتك اكتر كمان. طيب استاذن انا. ايه يا عادل تستاذن ايه؟ مش لما تسمع من فرعون للاخر ولا ايه يا فرعون؟ تشكر يا استاذ رمزي. ده تلميذك. ده انت البرنس. ده دي وضاعه، قمه الوضاعه من حضرتك. وضاعه؟ يا نهار اسوح، يعني ربنا يديم المعروف، واضح ان في وضاعه بينكم انتوا الاثنين يعني صراحه. استاذن. استاذ عادل، لو قدرت تسلك الحته دي يبقى اتفتحت لك طاقه القدر، لو ما قدرتش ما يهمكش، انا عندي كل ما يخص الفراعنه من اول ما ابتدوا من 4000 سنه
لحد فانيلة العميد حسام حسن اللي لعب بيها في كاس العالم. فانيلة العميد حسام حسن؟ طب فانيلة ابراهيم اخوما ولا ما جبتلوش فانيلة؟ ما هو يزعل يعني. ماشي هستأذن بقى. انت استأذن ايه عادل؟ اسمع بس استاذ رمزي. امر يا فرعون. مين اخر واحد قال لي لا؟ السيد اندلع الله يرحمه. اللي قبله الشلبي شقلبه الله يرحمه. لا اللي قبل اللي قبله متهيألي متولي دنجله الله يرحمه. لا ده احنا قطعنا له ايديه ورجليه بس. ده قبل ما يموت بيومين. الله يرحمه برضو من غير ايدين ورجلين يعني. كنت عايز تقول حاجه يا استاذ عادل؟ كنت بقول يعني فين الحته اللي انتوا عايزين تسلكوها دي؟ ايه يعني حته مرايه مش هنعرف نسلكها؟ حضرتك لو عايزنا اسلك لك الهرم هسلكه لك طوبه طوبه بالمسلات اللي حواليه ان شاء الله. طب نقرا الفاتحه بقى. مساء الخير. ايه اللي انت مخبيه ورا ظهرك ده يا عادل؟ ايه؟ ولا حاجة. سيبيه يا سناء بالهنا والشفاء يا عادل. لا يا ماما ده حضرتك ده مش اكل يعني. وفيها ايه يا حبيبي لما تجيب اكل ليك انت ومراتك زي ما انت عايز. ماشي يا ماما. احنا مش هنفرق معاك. يا ماما والله العظيم ده ما هو اكل يا ماما. وفيها ايه يا حبيبي لما يبقى اكل هتدخل على مراتك بايدك فاضية؟ ادخل يا حبيبي ادخل كل وانبسط واشبع. ماشي يا ماما. واحنا هنا نموت من الجوع. يا ماما وحياه ربنا ما هو اكل يا ماما. تحلف ليه بس يا عادل؟ ادخل يا حبيبي ده انت المفروض تجيب لها المحمر والمشمر. ادخل ادخل. يعني ادخل يا ماما؟ ادخل يا حبيبي. شكرا. واحنا هنا ناولع بجاز بوسك. ماما والله العظيم والنعمه ما هو اكل. اديها حته وهي تسكت. اديها حته من ايه اذا كان ده اصلا مش اكل؟ والله ما هو اكل. بتحلف ليه وتعب نفسك؟ ورينا اللي في ايدك وخلص الموضوع. ووريكوا اللي في ايدي ليه؟ انا ما اقول ان هو مش اكل يبقى مش اكل. يعني نقول طور طول احلبوه؟ ما تاكل يا حبيبي انت حد منعك؟ خش كل انت وماتك. كل كل ادخل كل كل اهو اهو اتفضلوا. ده اكل؟ ده اكل شكله كان اكل واكلته في الطريق وخلصت عليها بما تيجي. ماشي خلصته في الطريق. بدل ما انتوا قاعدين بقى زي قطعين الطرق كده لأي حد داخل وخارج، في ورك فرخة موجود في التلاجة وموكلوه. أنا قلقان بجد على ياسمين بنتي منكم. ماما صحيح في ورك في التلاجة؟ هو فعلا كان في ورك في التلاجة بس أنا أكلته. عادل فين الاكل اللي معاك؟ لا ده ماما كانت مهلك لا تتكعبل. ايه صباح الخير. صباح النور. نمسيتك كحلي صاحي متاخر يعني النهارده. معلش يا سناء اصله اكل وشبع فالاكل تقل على معدته. معلش اصله بيتعب في شغله. عارفه يا ماما انت لو مش ماما بجد. عادل عادل بليز بليز انا عايزه حته بسبوسه والله والله جامي مش علشاني هي علشان نجله بس نفسها مغمومه من امبارح ونفسها في حته بسبوسه وهي زي اختك برضه. والله مش عارف اقول لك ايه. ماما البسبوسه اللي عندي تهالك مش قلت لك اعملي حساب حماتي في حته ولا ايه؟ عموما البسبوسه كلها كانت مع ماما. تصرفي مع ماما بقى يلا. يو يبقى مش هاكل حاجه ولا البنت هتاكل اي حاجه. امبارح كنت بتبيع وتشتري في الذهب دلوقتي نفسك في حته بسبوسه؟ يا ساتر. مامي من فضلك عايزاكي في كلمه. جايه لك حبيبتي جايه لك حالا. شايفه خدت امها عندها في الاوضه اللي مخبيه فيها الاكل عشان تاكلها وتزغطها. مامي ما
ممكن تشوفي لي جزمه سلف من عند نجلاء؟ يا سلام، وجوزك ما يجيبلكيش جزمه ليه؟ هو هيلحق على ايه ولا ايه؟ مش كفايه قاعدين على قلبه؟ بقول لك ايه، جوزك ده معاه فلوس قد كده، لكن امه واخته منفضينه. ايا كان، انا بصراحه مش هفتحه في الموضوع ده. ده انا قعدت حاطه له الجزمه القديمه يومين على السرير علشان ياخد باله ويحس على دمه. طنش حبيبتي، حبيبتي، يا غلبك يا غلبك يا بنتي. ايه المؤامره اللي موجوده في اوضه النوم دي؟ في ايه يا حمادي؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص. الله الله الله، فين الحاجه اللي كانت هنا؟ توك لسه واخد بالك؟ رميتها طبعا. رميتيها؟ رميتيها ازاي؟ وديتيها فين؟ اللي رميتها ازاي؟ هو انت ما كنتش عايز نرميها ولا ايه؟ دي قديمه جدا. وانت عايزاها جديده ليه؟ ما هي لازم تبقى قديمه. رميتيها وديتيها فين انت؟ اديتها للزبال. يا نهار اسوح، معاكي موبايل الزبال ده؟ ولا هجيبه منين الزبال ده؟ جرايا عادل، هو انا كنت طلبت منك واحده جديده ولا ايه؟ وانت تطلبي مني جديده ولا قديمه ليه؟ وانا كنت جايبها لك. يا سلام، امال جايبها لمين بقى ان شاء الله؟ جايبها بقى للي جايبها له. هي ضاعت وخلاص، هي ضاعت وانا كمان ضعت كده. انا هحصلك يا دنجله، هحصلك. انت اتحبلت بقى كل ده عشان جزمة قديمة دابت ورمتها؟ جزمة قديمة ايه بس؟ انا ما بتكلمش على جزمة قديمة، انا بتكلم على مراية قديمة. مراية قديمة كانت تحت المرتبة، مراية عاملة زي دي. ايه ده؟ ده هي دي المراية؟ انت المراية دي خدتها من تحت المرتبة يا ياسمين؟ ايوه يا بابا. ايوه يا بابا ايه؟ كنت هتجيبي لي سكتة قلبية يا ياسمين، كنت موتيني ارخص. حاضر يا بابا، المرة الجاية ان شاء الله. ياسمين اطلعي بره، عايزة اتكلم مع بابا شوية. حاضر، هات بقى المراية بتاعتي عشان نلعب بيها. لا طبعا مش هديها لك. خلاص مش المراية بتاعتي. انت كل ما تجيب لي حاجة تحط علي تحت المرتبة وانا باجي اخدها. يا نهار ابيض، يعني الحاجة اللي انا بحطها تحت المرتبة انت اللي بتاخديها؟ حرام عليك يا ياسمين، ظلمت سناء عمتك كده. مش هتديلي المراية؟ لا مش هديها لك. طب هات بقى المصروف. ده انت اللي مفروض تديني مصروف. ياسمين اطلعي بره وانا هجيب لك من المصروف دلوقتي. ولو ما ادكيش المصروف افتحي درفة الدولاب اللي على الشمال اخر درج على اليمين وهتلاقي فيه فلوس. ايه ده؟ ايه ده؟ بنتنا بقت حرمية؟ يا نهار اسود، نبلغ فيها. عادل، حكاية المراية دي؟ المراية دي لا ما فيش دي، يعني اتدبست فيها. مش فاهم. يعني رمزي جابها على اساس انها قطعة اثار مهربة، يعني فعايزنا نسربها. بصي يا عادل، احنا فعلا ظروفنا الماديه صعبه لدرجه ان انت مش عارف تجيب لي جزمه جديده، بس ده مش معناه ان احنا نصرف على بيتنا من الحرام. ايوه سعاده الباشا، هو دلوقتي على وصوله معاه قطعه تانيه غير اللي عندي. ايوه باشا، يعني اول ما يوصل سعادتك انا ممكن هو وصلوا الزباين يا عم سيد دلوقتي؟ الزباين موجودين عندي اهم، موجودين، فانا مش فاضي دلوقتي. سلام عليكم. سلام يعني ها؟ سلام عليكم. دولة بص بقى، احنا جبنا معانا ايه؟ حته جديده بتاعت ام تحتب. ام تحتب؟ مش بتاعت تحتب يعني، دي بتاع ام، وام قاعده من غير البتاع دي دلوقتي. استاذ عادل، سلكت المرايه اللي اديتها لك؟ والله يعني انا قلت اسلك الاثنين مع بعض عشان يجيبوا لنا مبلغ ضخم بقى، بدل ما اسلك حته حته مثلا يعني، فيبقى الاثنين مع بعض. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ منور يا فرعون. يا باشا احنا كنا قلبين عليك الدنيا. يا باشا انا في السليم. يا باشا السليم، تسمح لي يا استاذ عادل؟ اتفضل يا باشا. ايه؟ شوف لنا دي حضرتك، فين المرايه اللي اديها لك قبل كده حضرتك؟ المرايه؟ ايه ده، انتوا عرفتوا حكايه المرايه؟ ده انتوا بتعرفوا كل حاجه. البوليس ده يا مفيش حاجه بتستخبى عليه خالص، سبحان الله. يعني المرايه ايه سيادتك؟ كنت شايلها في الخزنه عشان ما تضيعش يعني سيادتك. دي مش اصليه. ودي؟ ولا دي كمان؟ دي اثار متقلده بشكل سيء كمان. اثار متقلده بشكل سيء؟ يعني كنت عايز تضحك عليا انا فرعون؟ وانا ابقى تاجر اثار متزوره؟ اتفضل معايا. سيادتك اتفضل معاك. فين؟ خد ده، ما هو ده شريك، وما هو ده اللي جابه سيادتك. خده منك، خده منك. فرعون بس لانه بيضحك على السذج امثاله قدامي. ماشي. يا نهار ابيض،
سمعت؟ طلع بيضحك على السذج. ما بتاكلش ليه؟ اصل ماليش نفسي انا يعني على اساس ان ماما مش موجوده. بابا هو اللي بيكذب بيحصل له ايه؟ ما بيتخانقش مع مراته. بس على فكره يا عادل، طنط انعام عند صاحبتها اللي اسمها امينه واحتمال تقعد عندها طول اليوم. يا بختها ناصحه هتاكل هناك طبعا. طب ما طالما هتاكل هي هناك ما ناكل احنا بقى، مش ضروري نستنى. طبعا. حد لازمة المناديل على السفرة؟ لا يا حبيبتي، ما دام انت اللي طابخة المناديل دي بتبقى مهمة جدا على السفرة. على فكرة يا عادل، المناديل مع الأكل بتعمل كرش. ايه ده كمان؟ يعني طبخة ودعابة كمان، الاتنين في بروجرام واحد. يا نهار أبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. مية مية، عايز مية، عايز مية. ايه ده بتعملي ايه يا ياسمين؟ بعمل زيك. لا يا حبيبتي، في حاجات انا بعملها ما ينفعش انت تعمليها. يعني انا مثلا بحلق دقن، انت بتحلقي دقن؟ لا. يبقى خلاص. بابا انت بتعمل ضفيره؟ لا. يبقى خلاص. ميه عادي. شكرا يا حبيبتي، شكرا. بقول لك ايه، ايه رايكم في البطاطس؟ حلوه جميله قوي يا ماما. جميله. بنت اللي بيكذب بيحصل له ايه؟ مش بيتخانق مع مامته. يا حماتي ما تيجي تاكلي معانا امار. مش عاوزه اكل، ماليش نفس. مالكيش نفس؟ هي مالها ماما؟ امك سدت نفسها على طول، عماله تتخانق معاها. معقوله؟ يعني مش معقوله يعني. لا 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 لا، وكان ايه السبب يعني؟ انا شفتهم وهما بيتخانقوا امبارح. ايوه، ايه السبب ان هما اتخانقوا؟ سبب الخناقه تافه قوي. يا سلام، ايه هو التافه قوي اللي بتحكي له ده؟ انا اصل مامتي كانت عايزه تذاكر لياسمين وتعمل لها الواجب، امك دخلت عليهم، راحت واخده البنت وداخله جوه كل شويه يتخانقوا، حاجه تزهق. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 لا، ده كلام فارغ بقى، دي حاجه تسد النفس على الاكل ده. ملعوبه ملعوبه. ايه الموضوع ده يا حماتي؟ ايه اللي حصل؟ بص بقى يا عادل، انا خلاص ما بقتش طايقه العيشه كده. ايه بس اللي حصل يا حماتي؟ امبارح بقول للبنت تعالي علشان اذاكر لك، راحت شداها مني، قالت لها ننتك ما بتعرفش اي حاجه علشان متخرجه من معهد التمريض. انا عايزه اعرف بقى ماله معهد التمريض. معهد التمريض ده بيخرج ملائكه الرحمه. طب وانت اتخرجتي منه ازاي يا حماتي؟ ايوه غيظ بقى، غيظ فيا زي امك غيظ. يا جماعه الموضوع بسيط وهيتلم والله، ولازم يتلم لاننا كلنا ملمومين في بيت واحد. ايه يا ماما اللي اخرك كده؟ كل ده عند طنط امينه؟ معلش يا حبيبي، كل ولا لسه جعان؟ وانا اكلت يعني، بس برضو لسه جعان. ازاي يعني؟ اصل رانيا هي اللي طبخه النهارده. طيب، على العموم انا جبت لكم اكل بحق وحقيقي، لو مجيد عايزه تاكل ممكن تاكل معانا. لا يا حبيبتي، مطرح ما يزهي والهنا والشفا. شفتي بقى يا حماتي ماما بتحبك قد ايه؟ ما تضايقيش نفسك يا مامي يا حبيبة قلبي، صحتك بالدنيا، مفيش حد يستاهل. ما تضايقيش نفسك يا مامي يا حبيبتي، عشان احنا محتاجينك، الطباق الوسخة دي هتغسليها انت. لو سمحتي يا طنط ما تكلميش عن مامي بالطريقة دي، مامتي ما بتغسلش اطباق. خلاص اغسليهم انت، بدل ما انت قاعدة كده ما بتعمليش حاجة. أنا ما بعملش حاجة؟ مش أنا طول الليل قاعدة سهرانة بطبخ لكم؟ يبقى ما بتعمليش حاجة. تيتا دي المرأة الحديدية. يعني بتصدي؟ نادي طبعا. امسكي اعصابك يا مامي، امسكي اعصابك وما تخليش حاجه تضايقك في الدنيا، مفيش حاجه تستاهل. امسكي اعصابك انت يا حبيبتي. ايه؟ يا دماغي. مالك يا ماما، في ايه؟ من الصبح وانا حاسه ان عندي صداع. ماما ماما، يمكن شويه برد ولا حاجه. لا كده يبقى مش برد بقى. ماما ماما مالك؟ ماما ماما مالك يا ماما؟ ماما نعمل لها ايه يا اخوانا؟ نعمل لها ايه؟ اخواتي هشممك اكل رانيا يمكن تفوقي. لا
أنا شايف يا دكتور إن القولون عندها عصبي جدا، ويمكن ده هو اللي مسبب لها الحالة اللي هي عندها، ولا أنت إيه رأيك يا دكتور؟ قولون؟ قولون إيه؟ ده عندها برد. أنا قصدي برد، يعني لما بيبقى قولون عصبي البرد ما بيلاقيش حتة بقى بيقعد فيها، فالبرد بيطلع لبرد. أنت بتقول إيه؟ يعني البرد، يعني معروفة طبعا البرد بيبقى عامل زي الأنفلونزا، بس ده أعراضه بقى إيه؟ اللي هو بيبقى رشح وكحة وعطس والعظم بيبقى مكسر، يعني طبعا يا دكتور معروف أمراض كتير يعني. اتفضل يا دكتور. عموما أنا عملت اللي عليا. طب والباقي؟ باقي إيه؟ هو كشف 100 جنيه عن إذنك. 100 جنيه عشان برد؟ أمال لو أنفلونزا هياخد كام؟ في ايه؟ الدكتور قلقني قوي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، معلوماته الطبيه ضعيفه جدا، بس انا شايف ان هي عندها برد. برد؟ ياسمين لو سمحتي حبيبتي تعالي ما تقعديش جنب تيتا. سيبيها، انا بحبها قوي. عادل البنت كده هتتعدي. تتعدي من ايه بس يا ستي؟ يعني دي حاجه بسيطه، ده برد ما بيعديش. عادل البرد بيعدي. ايوه صح، البرد بيعدي زي الانفلونزا. ياسمين تعالي هنا. بقول لك ايه، مين اللي هيقعد مع مامتك ياخد باله منها ويديها الدواء؟ سناء طبعا. فين سناء؟ نفسي اشوفها قبل ما انام. ما تقوليش على نفسك كده يا ماما، بعد الشر عنك. يا حبيبي بقول قبل ما انام مش قبل ما اموت. مين هيهتم بيا ويديني الدواء؟ ايه عادل؟ في ايه عادل؟ خلي عندك دم. ايه ده؟ يا طنط محتاجه نقل دم؟ خدي من نفسي وادي لنفسي الدواء. رانيا طيب خلاص يا طنط، انا هبقى اقعد وياكي. ايه كتر خيرك، نردها لك ان شاء الله في حياتي. سامع ايه؟ بتدعي لك الست، بتدعي لك زي امك وبتدعي لك. يلا انا هروح دلوقتي اصرف الدواء ده وابعته مع رمزي. يلا روحي بقى شوفي مهامك، يلا اتكلي على الله. ياسمين يا حبيبتي ما تقعديش جنب مامتك، لان مامتك اكيد هتتعدي من مامتي. رمزي 12 جنيه ونص، رمزي 15 جنيه وربع، رمزي 7 جنيه و30 قرش. ها يا رمزي عملت ايه؟ وديت الدواء. الواحد اتأثر قوي عادل، مين كان يصدق ان مرات عم اللي كانت بتمشي ترج الارض رج تتكسح التكسيحه دي؟ تكسح ايه بس يا ابني؟ ده شويه برد عاديين. يا عم برد انت هتخبى على ابن عمك، هو اللي بيبقى عنده برد برضه عادل بيجيبوا له دواء. يا دي العبط يا دي العبط. والله الست دي هتوحشني قوي، كانت عامله حس برضه. عارف يالا يا رمزي، انت لو كنت ايام الفراعنه بقى زمان بجد ما كانش هيبقى في حضاره خالص. ليه يا عادل؟ طب ما انا عايش اهو ايام مش في الفراعنه والدنيا ماليه حضاره. يعني خد عندك مثلا الموبايلات ام كاميرا، وعندك المترو الانفاق اللي بيمشي تحت الارض وساعات يمشي فوق الارض، وعندك سوق العبور اللي كان في رود الفرج واتنقل. كل ده مش حضاره؟ لا طبعا حضاره حضاره يعني. وعندك كمان برضو شادر السمك اللي نقلوه العبور اهو، وعندك الميكروباصات اللي تبقى ماشيه في الشارع بقى على الشمال ولا على اليمين وتقف في نص الشارع. حضاره حضاره اهو يا عادل. ولعلمك بقى انا لو كنت ايام الفراعله كانوا عملوا لي التمثال. ايام الفراعله فعلا كانوا عملوا لك تمثال اللي هو بتاع اله الغباء، بيسموه رمزي رع او رمزي رع، وانا احلق لك بايدي زيرو. ولعلمك بقى دول كان هيتباع فريره فريره. طب بص بقى يا رمزي، انا طبعا زي ما انت عارف ان امي تعبانه مش هقدر اسيبها يعني. هي هتسيبنا كلنا قريب. يلا ما تفولش عليها يالا. المهم يعني في مشوار صغير كده عايز ابعتك فيه. رقبت يا عادل سداده رقبت. انت ما تعرفش يعني امك كانت غاليه علينا قد ايه. الله يرحمها. الله يرحمها. هتطلع على الواحات يا رمزي، في واحد صاحبي هناك عنده بازار بيصفي، هتروح تجيب من عنده البضاعه بنص الثمن. والله يا اخي انت فيك حيل يعني تهزر في وقت زي ده يا عادل؟ انت يعني لو كان حد مطرحك كان موت روحه من العياط. قعديني. حاضر. ممكن ادخل الحمام؟ لا
بعدين ابقى ادخل الحمام. ما فيش حاجه سخنه اشربها؟ في شوربه. مين عاملها؟ انا. بعدين اصلي اخاف الشوربه توجع لي معدتي. اف زهقانه. بقول لك يا طنط، تحب احكي لك حكايه قبل النوم؟ انا يظهر تقلت عليكي. لا والله ابدا، حضرتك عيانه وكلنا لازم نرضيكي. اقول لك على حاجه، تحب اجيب لك التلفزيون من بره؟ اه ممكن، بس بعدين. ما حدش سال عليا طنط؟ ما حدش عارف ان حضرتك عيانه اصلا؟ لا، في كتير قوي عرفوا بس ما بيفهموش في الاصول عشان تعليمهم متوسط. طيب انا طالعه اجيب لحضرتك الدواء من بره عشان ميعاده جه. ما تغيبيش، انا قاعده لوحدي وعيانه. تشربي حاجه يا فندم؟ اه لو سمحت، 2 برتقان. ودول هتشربيهم لوحدك؟ لا اقعد حضرتك، اتفضل اشربهم معايا. يا رب يخليك يا رب. انت هتستقبل؟ ما تقوم تجيب البرتقان. مساء الخير. ايه يا ام رستم؟ بقالي سنه قاعده مستنياك، ده انا سايبه امي عيانه في البيت لوحدها. اعمل ايه يا ابله سناء؟ ما انت عارفه لازم انضف الحمامات قبل ما اسيب المدرسه، يعني اسيبها معفنه. بص يا ام رستم، احب اقول دباجه في بدايه حديثي معاكي. انت فراشه المدرسه، يعني كبيرك تمسحي الحمامات، تجيبي لك كوبايتين شاي، تجيبي لك علبتين سجاير للمدرسين، زي ما كل المدرسين بيعاملوكي بيحتقروكي. لكن انا مختلفه عن كل المدرسين في المدرسه، بتميز والحمد لله بلساني الطاهر الشريف ونفس المتواضعه اللي مخليني اقعد مع واحده زيك هنا. انت هتقولي لي ربنا يخليكي يا ابله سناء. انا مش بأتمنك على اسراري عشان واثقه في اخلاقك العاليه، لا، عشان ماسكه عليكي غلطات، غلطات توديكي في داهيه، غلطات توديكي في داهيه انت وجوزك وعيالك ويرموكوا في الشارع. عارفه الشارع ولا مش عارفه يا ام رستم اللي ترعرعتي فيه؟ اسكتي، ده انا لفيت في الشوارع لغايه ما رجليا تعبت، فضلت اسال الناس والناس مش فاهمين، بقول لهم الكازينو الكازينو. هو مش اسمه الكازينو برضو؟ انا عارفه، ما تشفطيش كل الوقت يا ام رستم، خليني اتكلم. محسن طليقي، الزفت، النيله، الغبي، الهي ما يوعى. امين يا رب. انا بس اللي ادي عليك دي عليه انت ليه؟ المهم نفسه يردني تاني لعصمته، نفسه يرجع لي. الهي تدوسه مقطوره بعربيتين يكون سواقها درجه ثالثه اعمى يا رب. يا رب يكرمه ويكترهم له يا رب. انا بس اللي ادعي له، بتدعي له انت ليه؟ المهم قعد يتحنجل ويتمنجل ويسقى عليا طوب الارض وانا اقول لا. اخر المتمه لقيته واقف لي قدام باب المدرسه عمال يقول لي ارجعي لي يا سناء، بحبك يا سناء، اطلبي واشرطي اللي انت عايزاه يا حبيبتي. خلاص اطلبي منه الطلاق. قمت قايله له عايزاه يخرب البيوت، عايزاه يا عكر، عايزاه يا نيله. عندك حق يا ابله سناء، مش هو كان سبب الطلاق يا اختي؟ قام قايل لي انا نفسي احس بنفسك معايا. قلت له نفس ايه يا عم، هو انا هطبخ لك؟ لخص وخلص، اصل انا اخلاقي عاليه قوي وجد. قلت له بقول لك ايه، انا جايه القعده دي عشان اقطع عرق واسيح دمه، كتر الكلام ما احبهوش. قام قال لي اهدي يا سناء، قمت هديت على طول، بحبك يا سناء، قمت نخيت على طول، قال لي ده احنا عشره يا سناء. قلت له عينيا يا حبيبي، وقعد يميلني شمال ويميلني يمين. قامت دماغي مالت يا ام رستم. اوعي تكوني غلطتي معايا يا ابله سناء. لكن الرجاله يا اختي لما بيطولوا حاجه من الست بيروحوا ايه يا فكيك هربانين، ويسيبوا الست يا عيني زي الكلبه. غلطتي مع مين يا ولية؟ انت بقول لك كان جوزي. يا لهوي، من ورا اهلك؟ اه من ورا اهلي، كنت متجوزاه بورقه عرفي سري وما كانش عايز يعترف باللي في بطني. اه الجواز العرفي اللي بيتكلموا عنه في التلفزيون ياما عارفاه يا اختي، ده بيقول لك هيخش كل بيت زي الكهرباء كده. انا فتوى، انا عندي شقه في الهرم. ان شاء الله ندخلك خط عرفي سريع على اول السنه. اي حاجه بقى ماشي. اشرب العصير من نام. المهم رايك ايه؟ يعني يا ابله سناء احنا بقالنا 3 ساعات قاعدين اهو. يا اختي مروا عليا كانهم اسبوع. وفي ال3 ساعات ما جبتيش سيرة خطيبك خالص، مالكيش الا سيرة طليقك. لا انا هسيبك تفكري وترسي على مين. اروح انا بقى الحق الاستاذ عليش والحق اضرب لي فمين. على
هروح بدري يا اختي عشان القال والقيل، بس ما انا بخاف على سمعتي. سمعتك؟ انتي بتعملي ايه؟ الدواء. دواء ايه؟ اي دواء وخلاص، خليها تتنيل تنام تفطس تحل عن سمايا. نسيت يا مامي، دي ست تزهق مملة. وبنتها سايبة هلنا ورميها هلنا وقاعدة تتصرمح مع خطيبها. ماما حياتك عندي يا مامي، خلي نجلة تساعدني شوية. وانا لا يا نجلة، ما هي نجلة نزلت من صباح عيد ربنا وما عرفش في انهي داهية هي. يا ما تعرفش ان حياتها في ايدي ولا ايه؟ يا نهارك اسود، انت كنت هتودينا في داهيه. هوديكوا في داهيه ليه بقى؟ كانت هتموت ويقولوا ان احنا موتناها علشان طمعانين في سريرها. هاتي هاتي يا بنتي، انت كنت هتقتليها. هاتي، انا اللي هديها الدواء بنفسي. قال يا نايمين يكفيكوا شر الجايين. ايه بتعملي ايه؟ بطبخ. ها ها ها، عارفه لو ما كنتش عيانه كنت هضحك لغايه معايا. طب اديني ايدك. ايه هتتجوزيني؟ المفروض اضحك يعني انا ولا ايه؟ مش فاهمه بقى. اسمعي، انت هترقديني جنبك، اديني دراعك. عارفه لو وجعتيني يا مجيده هصوت والم عليك البيت كله. انا عارفه، عارفه انك عاوزه تطلعي عيني بالحقنه دي. ايه ده، رجعتي في كلامك؟ خلاص يا حبيبتي، ايديتك الحقنه. الله، ده انت ايدك خفيفه قوي. معهد التمريض نافع. بس على الله يتمر. ما تزعليش مني يا مجيده، اهو ربنا انت املك وانا راقده في السرير. طلعتي بنت نكته يا مجيده. والله زي ما بقول لك كده يا انعام، كان جوزي يلبس البيجامه من هنا ويشخر قبل ما يوصل للسرير. اجي اكلم معاه هقول له اي كلمه اناخشه ادلعه، كان يقول لي اسمعي انا تعبان مش قادر انا مرهق انا عايز انام. كنت بقول معلش، اهو بيامن مستقبل بنتنا، هتريه بيضيع مستقبلي انا. كلهم يا اختي قطعيه واحده، اللي مقلم واللي ساده واللي منقوش، وفي الاخر يطلع باطيستا ما تسترش. هو جوزي كان منكد عليك انت كمان؟ ده كان حيوان. مره خد الفاتن الذهب بتاعي وباعه عشان يشتري ريحه مستورده، ويا ريتني شمتها اللي عشان يديها للمدعوه امراته الجديده. الهي يا رب ما يلحقوا يشموا. معلش حبيبتي بقى، ما تنكديش على نفسك. بصي بقى، اهو فات خمس دقايق على ميعاد المنوم بتاعي، انا هجيبهولك. ولو ان انا بقى مش مبسوطه ابدا ان انت بتاخدي المنوم ده، المفروض تبطليه. معلش، دول قطعوا كلهم، مفيش حد يا حبيبتي يستاهل ده. بالشفا يا رب ان شاء الله. بالشفا حبيبتي. يلا بقى، انا عايزاكي بقى تنامي وتتغطي زي البيبي علشان تخفي. يلا تصبحي على خير. وانتي رايحه فين؟ انا اصلي انا مش عايزه اتقل عليكي. لا مش هتقلي عليا، السرير واسع ياخد اتنين. لا يا حبيبتي، انتي لازم تستريحي، انتي عيانه. بصي يا مجيده، محدش هيقدر يديني الدواء غيرك انتي. صح، عارفه ليه؟ عشان انت شهاده متوسطه ومعها التمريض. انعام تزعليش مني، نامي نامي. طيب هنام، ولو اني خايفه ضايقك. لا مش هتضايقيني خالص. صباحي على خير يا حبيبتي. وانتي من اهله. يا ماما خفت ولا ايه؟ خفت ايه يا عادل؟ بس هي بتخف في يوم وليله؟ ده دوره الانفلونزا بتقعد اسبوع. طيب ما دام بتقعد اسبوع سايباها وقاعده بتتفرجي ليه على التلفزيون؟ مامي قاعده معاها يا عادل. مامتك دي غريبه قوي، مامتك دي. على فكره يا عادل، احنا كلنا ولاد حلال، وخصوصا انا، بس انت اللي مش واخد بالك لعلمك بقى. لا واخد بالي، بنت حلال مصفيه طبعا يعني. يا سلام. الو. ايه يا رمز انت فين؟ ها؟ ايوه يعني، طب ما تسال، تايه ازاي يعني؟ اسال اي حد يا ابني، عد الشارع وبعدين اسال. ما انا بقولكش اسال وانت في نص الشارع. ايه الصوت اللي عندك ده رمز؟ صوت بحر؟ يخرب بيتك، هو في بحر في الواحات يالا؟
ايه اللي وداك الغردقه؟ ماشي، شايف البحر اللي قدامك ده؟ اللي جنبك يا سيدي، شايف البحر اللي جنبك؟ عايزك تعديه، انا هستناك الناحيه التانيه، بس بسرعه يا رمزي. بس ايه ده؟ ده رمزي معاه الفلوس. يا معلم تحطني، ازاي البضاعه ما وصلتش؟ انا باعت رمزي بيها لغايه اسوان من 3 ايام. ايوه، مديله العنوان في اسوان. حاضر يا معلم، حاضر، هشوفه واكلمك تاني. حاضر، ماشي ماشي، مع السلامه. يخرب بيتك يا رمزي، يخرب بيتك، اعمل لك ايه بس؟ قلت لك اسوان اكيد وديها السودان، ده قادر ويعملها. قادر. السلام عليكم. انت عامل لي فيها بكار؟ البضاعه فين يا وديت البضاعه فين؟ بص يا دولا، احنا راكبين القطر عادي جدا، فلقيت القطر يعني ايه في محطه، فساعتها هموت من جوع، فيا دوبك يا دولا نزلت عشان اجيب يعني بقسماط يعني وجبنه نستون. اه يا فالح، القطر سابك وماشي. لا يا دولا ما سابنيش، اللي رجعت لقيته، بس ما لقيتش بقى الشنطه اللي فيها البضاعه. اعمل لك ايه؟ والله ما عارف اعمل لك ايه، كل يوم بمصيبه، كل 3 دقايق بكارثه، اعمل لك ايه؟ والله ما عارف اعمل ايه؟ انا حاسس ان انا مشغل واحد معاه في البازار عشان يخرب بيتي وخلاص، زي انا حاسس ان لو غفلت عنك بس دقيقه واحده هتولع لي في البازار، زي ما اكون مشغل عندي انبوبه في البازار، اعمل لك ايه؟ مش عارف اعمل لك ايه؟ مالك يا رانيا؟ ما فيش، ماليش. لا بس ملامح وشك بتقول ان في حاجه. ملامح وشي دايما غاويه اشاعات. لا مالك بجد يا ديدي. رمزي يا ستي مخسرني النهارده فوق ال 3000 جنيه، انا حاسس ان انا مش بشغله عندي، انا حاسس ان انا بلعب بيه قمار. ما هو انت بصراحه غلطان يا بيبي، بصراحه يعني انت لازم تفصل ما بين صله القرابه وكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والميلوجين اللي بينكم وما بين عملك. يعني انا عايزه اقول لك ان اللغه الوحيده ما بين رجال الاعمال في العالم هي لغه البيزنس. عندك مثلا اشهر رجل اعمال في العالم بيل جيتس رفض يشغل ابن خالته عنده على الرغم من محايلات العيله كلها. يا سلام، رفض يشغل ابن خالته؟ طب وخالته عملت ايه بقى على كده؟ ولا عرفت تتصرف ولا تعمل حاجه. لا بس انا سمعت ان خالته دي بنت لذينه، حطيت الموضوع ده في دماغها وما رضيتش بقى اتجوزه بنتها، دخلت دي في دي. يا سلام. لو النبي عادل ما تلخبطنيش، انا ما وصلتش للمعلومه دي في الموسوعه، ارجوك خلينا في رمزي احسن. ما احنا كنا في رمزي، انت اللي خدتيني في جوله حول العالم. طب خلاص يا سيدي انا غلطانه. عموما يعني حلا لمشكلتك، انا شايفه ان اوسط الامور الوسط، يعني انت مثلا تجيب حد مع رمزي. اوسط الامور الوسط ورمزي الا اجيب معاه حد؟ ما اكيد هيشرب من غباوته، يبقى بدل ما يبقى عندي واحد غبي هيبقى عندي جوز اغبياء. يا نونا الحل. اوبا، اقول لك على حل هو بايخ شوي. انت بقى تمشي رمزي، هو ده الحل الوحيد بصراحه. لا امشي ايه بس يا رانيا؟ يعني ضميري ما يسمحليش ان انا اعمل حاجه زي كده، مين هيستحمله؟ لو اشتغل مع اي حد ما حدش هيستحمله. اقول لك على حاجه، انت تمشي رمزي وتفضل ممشي له مرتبه لحد ما الاقي شغل تاني. صدق فكره هايله. فكره هايله صح، ادي له مرتبه ويبقى كمان وفرت الخسائر اللي بيعملها لي كل يوم. مظبوط، انت بكره الصبح تروح تعمل اعلان في الوظائف الخاليه في الصحف السياره. لا 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 لا، مشكله حكايه الصحف السياره دي، لو عملت اعلان وظائف خاليه كم ناس عاطلين هيجولي، عندنا بطاله على الاقل 90 مليون من ال 70 اللي عندنا دول. لا احسن حاجه اشوف حد خبره وليه فكره، عنده فكره بقى في موضوع اللي هو البازارات ده، الوحيد اللي يقدر يفيدني في الحكايه دي المعلم مهرج. ازيك كده يا معلم مهرجة، وازاي تماثيلك؟ بتبوس الايادي يا معلم عادل. يا سلام، للدرجه دي تماثيلك بتعزني؟ يا بتعزك وبس، هو في تمثال يا راجل ما يعرفكش؟ ده التمثال مؤاخذه من وهو ببطن امه
بيؤيد ويبايع المعلم عادل. هي فيها مبالغة شوية لكن عموما تشكر يعني يا معلم. أنا بس كنت قصدك النهاردة في طلب كده. من عينيا، ده أنت تأمرني. هقول إيه؟ خيرك مغرقني. كفاية عملية الحرانية الأخيرة. الله 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 يا معلم، طب ما أنا طلبت منك يا معلم تشاركني من النص في البضاعة، أنت اللي قلت لي بضاعة خسرانة، يعني أنا ما تأخرتش في حاجة، ومع ذلك أنا نص ساعة أجيب لك البضاعة اللي أنت عايزها من البازار. يا جدع خلاص، ما إحنا قلنا بقى إن إحنا إخوات، والبضاعة عموما ما راحتش بعيد، راحت لأخويا. واحد يا معلم عدولة. ده العشم برضه يا معلم. وأنا بس أخش في الموضوع على طول، أنا طالب حد يشتغل عندي في البازار. يا سلام، كلنا صبيانك يا معلم عادل، بس يا ريت تقول لي بقى امتى بقى اخويا استلم المقاشه والجاروف؟ ما هو خلاص بقى زمن المعلمين بح. ليه كده بس يا معلم؟ لا سمح الله، وانا هطلب منك حاجه زي كده، انا طالب منك بس تشوف لي صبي يجي يقف معايا في البازار. اذا كان على كده سهل قوي، بكره يكون عندك. وبكره ليه؟ النهارده يكون عندك. ميل يا واد عمي، ميل وسجيني. رمزي، انا عايزك يا رمزي. رمزي، انا اقول لك على حاجه يعني، واحتمال تزعل. هو اكيد مش اشكال تزعل يعني، انا صراحه مش فارقه معايا يعني، مش متاثر. دول انا عمري ما ازعل منك يعني. في ايه؟ بص يا رمزي، في في واحد هيجي يشتغل في البازار. ياه، اخيرا بقى دولا فهمتني، وجبت لي كده عيل بقى يريحني واقعد اشربه الصنعه بايديا. صنعه ايه اللي تشربها؟ شربوا الواكسه، شربوا الخيبه، صنعه ايه؟ بص يا رمزي، هو هيشتغل مكانك يعني، عشان انت مرفوض يا رمزي. بتحب تهزر انت. اهزر ايه؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. انت مرفوض يا رمزي، انا خلاص رفدتك، وده هيجي يستلم الشغل مكانك. خلاص انا كفايه استحملت كم الخسائر اللي انت سببتولي طول عمرك، فلغايه كده وحلو قوي. مرتبك ماشي يا رمزي، مش هتخصم منه ولا مليم، بس اهم حاجه ما اشوفكش في البازار. هتتكل على الله من بكره، من النهارده، من دلوقتي حالا. يلا بره 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 بره، ما تقاطعنيش ما تقاطعنيش، ما تتكلمش معايا خالص، بره بره. السلام عليكم. عليكم السلام. برنس الناس. اهلا وسهلا. معاك امين من طرف المعلم مهرجة. اهلا يا امين، اقعد اتفضل. معلم مهرجة صراحه يعني بيشكر اللي فيك كتير قوي. معلم مهرجة ده باشا اللي مربينا من واحنا عيال صغيرين، ده هو اللي مكتشفني. يا سلام، هو اللي مكتشفك؟ كان بيحفر ولاقاك ولا ايه؟ لا، في عيد ميلاد 13 دخل علي معلم مهرجة وفي ايده حته صلصال صغيره كده، هديت عيد ميلادي يعني. يا دوبك يا باشا دخل شرب الشاي مع ابويا، خرج لقاني نحتها مسلتين ومدخله راس في راس مع كاميرا كانت في ايد خواجه روسي. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ واضح يعني ان انت قديم في المهنه يعني، بس انا ما سمعتش عنك صراحه قبل كده. انت من جيل ايه؟ انا يا سيدي اوعى على ترميم مناخير ابو الهول، ده كان ايام بقى المعلم التماثيل الكبير الله يرحمه. يعني نفس الجيل تقريبا، بس انا بعد كده بقى هجرت الاقصر بعد احداث 97. رحت الاقصر بعد ضرب السياحه؟ رحت تعمل ايه؟ تطبطب عليها؟ رحت ادفع ضريبتي كمصري بيحب وطنه ومهنته. الله الله، امين انت شكلك هتعمر معايا حته. نعم يا استاذ عادل. هات كوبايه شاي لامين. حاضر. اعتبروا المكان بكالكم. صباح الفل يا باشا. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ الناس دي كلها جت امتى دي؟ دي استفتحت معامله بس يا باشا، وبعدين انا احب اكون على مستوى عتبتها لا مؤاخذه. ايوه بس يعني وقعت عليهم ازاي دول؟ ابدا يا باشا، تليفون صغير بس لصاحبي جون باولو، سكرتير اول في مركز ثقافه تشيك. الراجل اول ما قلت له ما تاخرش عليا، راح بعت لي فوق كامل من المطار على هنا على طول. حاجة جميلة جدا، ده انت على كده بقى ليك علاقات كتير بالمراكز الثقافية دي؟ علاقات؟ يا باشا انا ليا في كل سفارة واجب، وفي كل قنصلية جميل مستنيين بس يردهولي، عشان كده بقى تلاقيني عامل زبون حلو، حلو حلو يعني، لأن أنا بشوف السائح من دول ألغيه وقتي، ما استناش، واخد بال سعادتك؟ شوف بعرق سوس، سندوتش في الكلور، غير بقى السلطات بتاعتهم، ربعين كبدة بالحبشتكنات بتاعتهم،
اخد السلاح من دول اركبه جمل زقزقه في المولد، وهم بقى بيفرحوا بالحاجات دي قوي. يا سلام، انت بتتعامل مع السايح كانه ابن اختك الصغير اللي انت واخده وتفسعه يعني. تمام يا باشا، وكده تضمن انك خدت السايح تحت باطك على طول. لا، بعد كده مفيش بقى اي اتوبيس فيه افواج سياحيه يعدي من تحت باطك. ها عليا يا استاذ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. ايه عايز ايه كده دوله كده تبيعني علشان خاطر ده 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 اللي انت مستهتر بيه ده؟ النهارده مدخل لنا 2000 جنيه، عارف يعني ايه 2000 جنيه يا استاذ؟ طب ومن امتى كانت الفلوس بتفرق معانا يا دوله؟ من امتى؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ وانا شفت من وراك فلوس اصلا. بص يا رمزي، انت ايه اللي جايبك دلوقتي؟ انا عايز اخد حاجتي. حاجتك ايه يا ابو حاجتك؟ ايوه حاجتي يا عم. حاجتك ايه؟ كنت شايل فلوس عندي في تمثال جبس وجاي تكسره وتاخدهم؟ بص برضه هتقعد تتكلم في الفلوس يا عم، الفلوس ما تفرقش معانا. انا عايز بنطلون البيجامه المخطط بتاعي. بنطلون البيجامه هو اولا مش مخطط، بنطلون ابيض وانا اللي مديهولك، وقبل كده اهو قلت لك انه عشان اسر عليا اتبرعت لك بيه في يوم اليتيم. جاي عايزه؟ ماشي ماشي يا رامز. بسرعه بس بسرعه. حاضر حاضر اجيبه لك بسرعه، انا عامل حساب اليوم ده وعامل انك هتتلكك على اي حاجه. بسرعه عشان اتخنقت. حاضر يا سيدي، وادي العصايه اللي انت كنت فاكرها نايه اهي بتاعتك عشان ما تجيلهاش مره ثانيه. اتفضل. وادي البنطلون بتاع البيجامه بتاعتك. ايه ده؟ لا البنطلون ده مش بتاعي يا عم، التاني كان رقعته من ورا. ما هو ده رقعته من ورا، انت كنت بتلبسه والمشقلب يخرب بيتك. طيب فين فردة الشراب الكحل بتاعتي؟ فين؟ فردة الشراب بتاعتك انت عملتها كورة في رمضان اللي فات لما كنتوا بتلعبوا كورة مع فريق بتاع شارع الـ30. ماشي. عايز حاجة تاني؟ استنى استنى، البنطلون ده كان فيه 75 قرش يا دولة، 75 قرش ومدالية على شكل رمسيس كنت سارقها من وراك. الميداليه اللي انت كنت سارقها من ورايا اساسا دي بربع جنيه، ومع ذلك انا خدتها. عايز ايه؟ تروح تبلغ البوليس؟ روح بلغهم قول لهم ان انا سرقت منك الميداليه اللي انت سارقها مني. انا مسامحك يا دوله، مسامحك عشان تعرف ان انا يا دوله مش هحط ابن عمي لحمي ودمي في موقف زي ده. موقف زي ده ايه يا رمزي؟ انت جاي دلوقتي عايز ايه؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم رمزي يا ابني. احنا مش اتفقنا خلاص ان انا رفدتك وان اجرك ماشي زي ما هو؟ وادي يا سيدي اجرك اهو. ماشي ازاي يعني؟ ماشي، اجرك هتاخده اهو كامل ومش هيتخصم منك مليم يا رمزي. اتفضل، لاول مره في حياتك بتاخد اجرك كامل اهو. لا لا يا دوله، والنبي اخصم لي منه، ما تحسسنيش اني مرفوض. يا رمزي خلاص، خلي الفلوس دي معاك عشان انت مش قاعد هنا في البازار، هتاكل وتشرب منين؟ ولو احتجت اي حاجه يا رمزي، ها اي حاجه، انا ابن عمك برضو، تيجي تقول لي على طول. خلاص يا رمزي. دولة حبيبي. خلاص يا رمزي خلاص. دولة حبيبي. خلاص انت ما تستخدمش القميص كده يا رمزي. خلاص خلاص يا رمزي ما تضايقنيش. خلاص يا رمزي. خلاص يا رمزي، مخصوم منك 10 ايام. رانيا 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 رانيا. ايه روح؟ مالك جاي منتشي قوي كده ليه؟ الحمد لله الحمد لله يا رانيا، اخيرا عندي احساس النهارده زي احساس نصر 6 اكتوبر، عيد تحرير سيناء، كاس الامم الافريقيه. اخيرا اخيرا خلصت من رمزي وربنا كرمنا النهارده اخر كرم. بصي شايفه فلوس قد ايه جت لنا؟ خلاص خلاص هنعوض بقى سنين الحرمان والغباء اللي عشناه مع رمزي دي، ونحقق كل احلامنا ونجوز ياسمين بنتنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله رجعتني عادل اللي بحبه تاني. ثانية واحدة ثانية واحدة. ايوه ايوه ايوه. دولة حبيبي. حسين حسين. دولة ايه اللي جاب الزفت ده هنا؟ منك لله منك لله رجعتني عادل اللي بكرهه تاني. ايه دولة، انت هتسيبني كده واقف على الباب يا دولة؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا مش خلاص رفدتك يالا؟ انا مش رفدتك، انت مش فاهم يعني ايه رفدتك ولا ايه؟ ايه ده؟ مين؟ رمزي؟ اتفضل واقف على الباب ليه؟ ازيك يا مرات عمي؟ كده يا دولة ترميني رمية الطفل اللي باباه غدر بمامته وسافر الامارات بعد ما كتب عليها بلوم. يا دولة افتكر لي اي لحظة حلوة جمعتنا سوا. اي لحظة حلوة؟ انت هتغني لي وانه لحظة حلوة اللي جمعتنا سوا دي؟ انا ما شفتش منك اي لحظات خالص، كل ما بتيجي في دماغي بفتكر تمثال كسرته، افتكر ورقة بردي قطعتها بالنص، افتكر سايح دخل عندنا البازار وخرج من البازار يا عيني دمعته على خده ورجع بلدهم ونوى ان هو ما يرجعش مصر تاني. كل ده اللي بفتكره لك انه لحظة حلوة. معلش يا عادل، المرة دي رجعه على ضمانتي. أبوس إيدك يا مرات عمي، أبوس إيدك، حنني قلبه عليا. والنبي يا مرات عمي، فاكرة لما كنت بتبعتيني السوق أستقضلك حاجات؟ فاكرة يا مرات عمي؟ طول عمرك خدوه.
خدوم ايه بس يا ماما؟ خدوم ايه؟ لعلمك بقى هو اعترف لي قبل كده لما انت كنت بتبعتيه السوق يشتري خضار كان بيتعمد يشتري خضار بايظ عشان ما تبعتهوش تاني. صح، طول عمرك ما عندكش ضمير. طب اتكلمي انت يا خالة مرانة بقى، بذمتك انا مش كنت بروح اجيب لك ازايز رغاوي بتاعت الحموم؟ طول عمرك خدوم يا رمزي. خدوم ايه بس يا حماتي؟ ازايز الرغاوي بتاعت الحموم دي اللي هي الشامبو، عارفه كان بيعمل ايه؟ كان بيشتري بقى ازايز فاضيه بتاعت شامبو ويقعد يحط فيها زيت وبطاس، وعشان يعمل منها رغاوي كان يحط بغبائه ازازه الشامبو كده اهو ويقعد يرغي، يقعد يرغي جنبيها، مش كده؟ طب انت اخر مره استحميتي فيها كان امتى يا حماتي؟ امبارح. ما حسيتيش باي حرقان مثلا ولا حاجه وانت بتستحمي؟ انا حسيت بحرقان وهرشان كمان. اهو الهرشان ده بقى من البطاس اللي بيحطه على الزيت بتاع الاكل. جامي هاو دير يو جو تو هيل. ربنا يخليك، شايف ربنا يخليك. ايه بتقول لك جو تو هيل؟ يعني اذهب الى الجحيم ومواصلتك عندنا يا رمزي. يا دولا. طب ياسمين، ابوس ايدك يا ياسمين يا حبيبتي. ياسمين دي بالذات اللي فهمك كويس قوي. فاكره يا ياسمين اما كان بيقعد يقول لك ياسمين يا كلبوزه؟ اه كلبوزه دي شتيمه. ما انا عارفه، وكان بيقطع كراسات الواجب عشان يعمل طياره ورا، وبرده ما كانش بيعرف كمان. ما بتعرفش. طب يا ام ياسمين انت ساكته ليه؟ شش. اهو ام ياسمين بقى نفسها هي اللي محرضاني. خلاص يا رمزي خلاص، ما فيش حد في العيله كلها ولا في العماره ولا في الشارع طايقك يا رمزي. ده ابوك اللي هو ابوك الله يرحمه جاني امبارح في المنام. ايه ده ابويا جالك امبارح في المنام وقال لك ايه يا دوله؟ قال لي تسلم ايديك يا دوله. يا نهار اسود، قال لي ضربه معلم ان انت رفدت رمزي ده خالص. الله يرحمه كان حنين قوي. اصحى. ايه حته في ايه؟ انت كل شويه تخضني يا حته، عايز انام شويه. مفيش قعاد هنا من غير طلبات يا حته. انا ده سادس مشروب اطلبه وما اشربوش. مش مشكلتي تشربه وتسقي بيه اللي بلبل اللي في مدخل بيتكم ده، ما يخصنيش. الماركه هنا بيتغير كل ساعه. عينيا. حاضر. انا لسه قابض والله يا حته، ومن غير خصم كمان. بس ابوس ايدك بقى، سيبني شويه انام شويه بقى. فوق مطفي لك نور القهوه واولع لك اباجوره اوضه النوم واشغل لك ميوزك، ولو فيها رزاله يعني تولع لي قرص ناموس عشان جسمي بياكلني. لا هي فيها رزاله. تحب سعادتك حاجه معينه على البريكفاست؟ الصراحه نفسي في البيضه وسمنه اللي كنت باكله مع دوله. طب ما تروح له هو يقله لك. لا ما اصل هو خلاص طردني يعني علشان انا غلطت، بس هو اكيد هيرجعني تاني، ده حنين قوي. انت تستاهل اللي يتعمل فيك. ايه ده ايه ده؟ ما كنا ارتحنا من الواغش ده، ايه اللي رجعهم تاني بس؟ ولا حته. انت تعرف الواد ده؟ ده الواد امين الحرامي، عيل خيرتي كده مشموم. امين الحرامي؟ بص انا ما اقراش في حياتي غير الغباء يا عم. وانا مالي؟ ايام ماليش دعوه. انت مركز معايا ولا ايه نظامك؟ مركز. ها اتفقنا يا عم. العمليه دي مش جايبه ثمنها، ده عمليه نقل كبيره واقل من 500 ورقه مش هبدي ايدي. شكلهم باعوا البضاعه كلها. يا عم بقى ما تحسنش ان انت هتنسى في جبل المقطم، ها، وتلف لي بقى على كتفك. بس العموله على مخاطره العمليه مش على حمولتها. ما تتسد انت وهو بقى، لا تفتحونا الله بقك لا في الجهولك. يا لهوي يا دوله يا لهوي. يا جدعان افهموني افهموني، انا في البصار الكل في الكل ومحدش هيشك فيا. وبعدين صاحب البصار اهبل ومسلم لي دقنه. يا نهار ابيض يا دوله، هينت فولك دقنك، هينت فولك دقنك، هينت فولك دقنك. برأي يا عادل، بقالك يومين قاعد في البيت يعني، انت قافل البازار ولا ايه؟ لا بالعكس، فتح وشغال تمام والتماثيل مية مية. على فكرة الواد اللي اسمه أمين ده فعلا هدية من السماء. خلاص أنا مش مهم أروح البازار، كله تمام. أنا معاك إن هو كويس حسب كلامك يعني، بس برضو أنت لازم تبقى حريص، لأن الضربة لا تأتي غير من أقرب الناس ليك، وإحنا مش عايزين نكرر مأساة ريتشارد كبد الأسد لما أهم حلفاءه خانوه. ريتشارد كبد الأسد؟ أيوة صح صح صح،
هو كان بالاماره يعني ريتشارد كبد الاسد ده كان فاتح عربيه كبده في انجلترا وكان رايح يصطاد يعني شويه عيش فرنساوي ده عشان سندوتشات الكبده. رجع بقى على انجلترا لقى حلفائه خانوه وفشوا درج العربيه وخدوا اراضي اليوم ولاد اللذين. بس انا عايز اقول لك على حاجه، لو سمحت ما تستهونش بكلامي لان كلامي فيه منتهى الاهميه. حرس ولا تخل. يا رانيا حبيبتي انا محرس كويس جدا، وبعدين لعلمك انا عملت حركه خبيثه. انت عارفه بقى جوزك لما بيتخابز بقى. رميت له 5 جنيه على الارض، قلت اشوف بقى رد فعله هيبقى ايه. راح موطي جاب ال 5 جنيه واداهالي. بقول لك امين وهو امين. راح نخلص نخلص قبل حد يقطرنا بقى. يلا مش خلاص. السلام عليكم، انتوا مين؟ صلاة الله وبركاته. احنا بننظف البازار. طيب ربنا يوفقك. ربنا يخليك. اي خدمه؟ لا كله تمام. الاخ رمز. امين. سلام عليكم. يلا ماشي. يلا يا شيف. ايه ده بتنضفوا البازار يعني بتسرقوه؟ يا حراميه انا عندي شويش. يا شويش يلا. يا امين ايه ده بقى البضاعه كلها؟ ايه الحلاوه دي؟ بالخزنه بكل حاجه. يا نهار ابيض والله الواد ده هايل. ايه الصوت ده؟ رمزي انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك 100 مره ما تجيش هنا؟ هتعمل لي فيها مخطوف والله لو عملت لي فيها مشنوق. اطلع بره يلا اطلع بره. عايز ايه؟ عايز ايه؟ امين سرقك يا دوله. امين سرقك. ايه؟ امين سرقني؟ ايوه دوله. سرقني ازاي انا؟ ايوه دوله، انا شايفه هو والعصابه بعينيا. يعني انا بيتي اتخرب؟ بيتي اتخرب. ما تقلقش يا دوله، انا عارف هما فين. بينا بسرعه على القهوه. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. انت هتعمل لي فيها طار البطريق. فارم عليكم يا رجاله. لا اصل في صحيح يا واد يا امين، انجزت مهمتك بسرعه واتقان. عيب يا معلمي، ده انا تربيتك. يا رمزي احنا نهجم بقى هاله دلوقتي. اصبر يا دوله عشان نعرف البضاعه فين. المهم يا امين البضاعه فين؟ البضاعه معايا هي يا معلمي. الله يخرب بيتك، ازاي تجيبها هنا؟ اهو البضاعة معاهم. يلا نهجم يلا يا رمزي. اصبر يا دولة عشان يبقوا متلبسين. طب انا قلت اجيبها هنا عشان نخلص وتديني بيت حقي بقى. حق قد ايه؟ انت ممكن كده مغفل تودينا في داهية تحبسنا. ايه؟ على رمزي. إيه؟ يلا بينا نهجم بقى هنا. اصبر يا دولة علشان نتأكد يا عم ان البضاعة دي بتاعتنا مش بتاعت حد تاني. اصبر استحمل بقى. يا ابني ليه يا عادل؟ بقى التحف دي كلها كنت عايز تاخدها لوحدك. هي هنا بضاعتنا والمصحف هي. اصبر يا دولة. بص انا رايح الحمام وارجع تاني. لا خد 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 خد، احنا هنهجم دلوقتي. في حاجة؟ في الحاجات بتاعتي اتسرقت من البازار. الواد ده ما حدش اتحرك من مكانه. يا حتة يا رمزي تعالوا اتصرفوا معاهم. اهو انا محوط عليه ما حدش اتحرك.